بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سعادة الملحق الثقافي بأستراليا الدكتور علي البشري، سعادة رئيس النادي السعودي بمدينة لونغونغ الأستاذ عبدالله الشهري، الإخوة والأخوات الخريجين والخريجات، أيها الحفل الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنه لمن دواعي سروري واغتباطي أن أكون مشاركا معكم هذه الفرحة في هذه الليلة الوضاءة الباهية، ولا غضاضة في ذلك، حتى وإن ناءت بنا الديار عنكم فأنتم في القلب، ولهذا فسأنثر مشاعري تجاهكم في كلمات معبرة، في حديث صادق نابع من القلب إلى القلب. إخواني وأخواتي الخريجين والخريجات، بعبير ورد الطائف الفواح، من هنا، من جوار أقدس بقعة على وجه الأرض، من الوطن، بل من أغلى الأوطان، من السعودية، حبي وحبكم الذي نباهي به كل أوطان الدنيا، أزف إليكم جميعا أسمى التهاني وأرق التبريكات بهذه المناسبة السعيدة الغالية علينا جميعا، وأقول إنها فرحة، ويا لها من فرحة، إنها تختلف عن كل الأفراح، كيف لا، وهي تمثل فرحة الإنجاز، فرحة الحصاد، فرحة تحقيق الأهداف، فرحة التخلص من السهر والتعب والهموم النفسية والخوف من الفشل. إنها جملة أفراح لا يمكن حصرها ولا اختزالها في هذه الكلمات، ولهذا فحق لكم أن تفرحوا وتفاخروا بما أنجزتم، وحق لنا أيضا أن نبادلكم الفرحة بمثلها، ونختار من الكلمات أجزلها وأرقها لنزف لكم أعذب التهاني وأجملها، ونقول بارك الله لكم ما أنجزتم، وأسعدكم بما حصدتم، وأفرحكم بهذا النجاح الذي قطفتم. أيها المبدعون، في مثل هذه الاحتفالية يحلو الحديث عن النجاح، ويطيب التحدث عن ثماره ونتائجه، والتي هي بدورها تؤدي إلى نجاح آخر، وبهذا تتوالى النجاحات حتى يصل الرجل الناجح إلى أهدافه المرسومة. ودائما كما يقال، مشوار 1000 ميل يبدأ بخطوة، ولهذا فالرجل الذي نقل الجبل من مكانه هو من بدأ بنقل الأحجار الصغيرة، والناجح هو الذي يعلم أن مفتاح السعادة أن يحلم، ومفتاح النجاح أن يجعل هذه الأحلام تتحقق. إخواني الخريجين والخريجات، في يوم التتويج هذا لا بد من التذكر أن شهادة التخرج لأي مرحلة دراسية ما هي إلا تذكرة دخول إلى عالم أرحب وأعمق من الجامعة التي تخرجتم منها. فالحياة وميدان العمل هي الجامعة الكبرى التي يتعلم منها الإنسان شتى أنواع العلوم التطبيقية للمهارات الحياتية التي يحتاجها كل فرد ليرفع رصيده من المعرفة واكتساب مهارات جديدة، وبناء علاقات اجتماعية وثيقة، ويلم بخبرات وتجارب الآخرين التي تؤهله لأن يصنع من الدمج بين ما تعلمه في الجامعة وما اكتسبه في الميدان نجاحا عمليا يمكنه من القيام بدوره المناط في بناء الوطن والمساهمة الفاعلة في رقيه وتطوره. أيها الحفل الكريم، ونحن نشارككم هذه الفرحة في هذه الليلة، تعود بي الذاكرة إلى بدايات عام 2006 عندما بدأت مرحلة الدكتوراه في هذه الجامعة، وكان عدد الطلاب السعوديين آنذاك محدودا، ووقتها بدأت المحاولات الأولى لتأسيس النادي السعودي بهذه المدينة، وكان العدد لا يتجاوز 15 طالبا أو أقل، وبجهود يسيرة وإمكانيات محدودة تم الاتفاق على بدء تنفيذ بعض الأنشطة في نهاية الأسبوع، وأتذكر أنه تم شراء بعض أدوات الطبخ وشبكة للعب كرة الطائرة، وكنا
ننقلها بين المتنزهات في هذه المدينة الجميلة ستوارت بارك وبولاي وغيرها في هذه المدينة الجميلة الساحرة وما حولها التي يصعب على من عرفها نسيانها بسهولة. أقول أيها الإخوة والأخوات إن تلك الجهود على بساطتها كانت بمثابة تأسيس لما تنعمون به اليوم أي كان لإخوانكم الذين سبقوكم دورا كبيرا في تأسيس النادي وأنشطته حتى أصبح الآن كيانا كبيرا بفضل جهود الجميع والدعم السخي من وزارة التعليم العالي ممثلة في الملحقية الثقافية السعودية بأستراليا ومن سعادة الدكتور علي البشري شخصيا. ولهذا يجب أن تلتفوا حول ناديكم وتدعموه بكل ما تستطيعون وتشاركوا في أنشطته وبرامجه وتأكدوا أن كل جهد تقدمونه سيستفيد منه من سيأتي بعدكم من الطلاب كما استفدتم أنتم من جهود من سبقكم. وقبل الختام أتقدم باسمي شخصيا وباسم كل الزملاء من الطلاب السعوديين بوافر الشكر وعظيم التقدير لسعادة الدكتور علي البشري الملحق الثقافي الذي لم يألو جهدا في تسهيل كل ما يساعد الطلاب على الإنجاز والنجاح، وأسأل الله عز وجل له التوفيق والسداد وأن يبارك في عمره وعمله على طاعته. كما أشكر سعادة رئيس النادي السعودي الأستاذ عبد الله الشهري وإخوانه الذين ساعدوه في تنفيذ هذا الحفل خدمة لإخوانهم الطلاب رغم مشاغلهم الدراسية وهمومهم والتزاماتهم العائلية، فأسأل الله أن يبارك في أوقاتهم وأن يوفقهم لكل خير. وختاما أعتذر عن الإطالة ولكنها مشاعر تدفقت وذكريات تتابعت وكان لزاما ألا أوقفها لكي يكون الحديث عفويا أخويا نابعا من القلب إلى القلب، وأتمنى أن يكون وصل إلى قلوبكم. شكرا، شكر الله لكم حسن استماعكم وبارك لكم نجاحكم ووفقكم في الدارين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.